السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم من جديد وبرحب فيكم للمرة الثانية مع الجزء الثاني لقصة بيسان. لا تنسوني من الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ضروري مشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. حكت أمها لبيسان مع أمه لبسام، قالت لهم تفضلوا لعنا إن شاء الله خير، يعني إنه عطوهم إنه إيه نحن موافقين مبدئيا. والله اتفقوا على موعد وإجوا، وإجا بسام ومع أهله، وما بحكي لكم كيف كان تبادل النظرات بين بيسان وبسام. طبعا بيسان راحت لبست أحلى ما عندها وجهزت حالها وكانت طاير عقلها من الفرح إنه أنا هذا الشخص اللي بحبه بإذن الله ما رح عندها. اتفقوا الأهالي مع بعضهم وقرروا إمتى الخطبة وإمتى الزواج، كانت الأمور عم تمشي كلياتها بخير. المهم أم هون وقت أهله لبسام قالوا إنه فترة الخطبة خلت تكون قليلة، يعني فترة قصيرة كتير، حددوها 20 يوم. خلال 20 يوم بيكونوا مخطوبين، يعني عملوا خطبة ضلوا 20 يوم مخطوبين ومباشرة صار زواجهم، بحكم انه قال اهله انه رح يضطروا يروحوا يرجعوا على بلدهم وبسام رح يضل بالغربة هون لحاله، فانه بدهم يعجلوا. تمت خطبتهم لبسام وبيسان وكانت الامور كلها تمام. خلال هال20 يوم مثل ما بتعرفوا صبايا مستحيل يعني تقدري تكتشفي شخص وتقدري تعرفي شخصيته بالتفصيل خلال 20 يوم. قد ما صار مواقف بيناتكم، قد ما كنت عم تحكي معه لو 24 ساعة عم تحكي معه، مستحيل تقدري تحفظي شخصيته أو تنكشف عليك شخصيته الكاملة. بعد 20 يوم تم زواجهم كمان لبيسان وبسام، وكانت كمان أمورهم كلها بخير وتزوجوا. أول شهر من زواجهم ما كان في أي شيء، كانت الأمور كلها بخير. طبعا بطلت بيسان من الشغل وعادة، وكانت ساكنة بيسان جنب أهلها. وقتها صاروا أخواتها لبيسان هون يبعثوا مصروف شوي لأهلها إنه يغطوا عليها لا يقدروا يعيشوا أهلها، لأنه خلص بيسان ما عاد تشتغل. المهم بعد شهر واحد من زواجهم هون بلشت بيسان حياتها حرفيا تتدمر. بعد شهر واحد من زواجهم صارت تكتشف شغلات بسام غريبة ما كانت مبينة عليها أبدا، لا خلال فترة هالسنتين اللي اشتغلت فيهم عنده ولا خلال هال20 يوم اللي انخطبوا فيه. قالت بيسان أكيد هذا اللي عم يصير، بس لأنه بالبداية يمكن لأنه ما أنه متعود عليه، لأنه لسه ما أنه متعود أنه فيه وحدة بحياته سكنت معاه، هاي صارت زوجته حلاله، يمكن مشان هيك هو ما أنه متقبل لسه الفكرة. طبعا بيسان صغيري ما قدرت تحكي، يعني مباشرة تروح تحكي لأهلها أو تحكي له. قالت أنا أحسن شغلي أنه استنى الوقت، أحسن شيء الوقت. من بعد أول شهر من زواجه بيسان فجأة بتكتشف، تفتح الجوال بالصدفة جواله لبسام يعني، وبتكتشف انه بسام عم يحكي مع اكتر من بنت. سألته مين هدول البنات مين كذا، وتخانقت معه، صار يتحجج، صار يقول لها هذا الرقم لصبية باخد بتعامل معها بالمكياجات وهيك لمحلي، هذا الرقم لصبية تاني بتعامل معها مشان الفساتين تبعوت محلي. صار يتحجج ويطالع كذب من تحت اظافره مثل ما بيقوله. هوني قالت بيسان خلص يعني رح سامحه، قالت له سامحتك وكذا، بس بتمنى ما عاد تتعامل معهم، إذا كتير مضطر مشان تتعامل على شغلات بتخص محلك خليني أنا أحكي معهم، إذا ما في غيرهم وأنت مضطر أنك تتعامل مع هدول البنات، يعني إذا أنه ضعتهم كتير منيحة وعجبتك وصار لك وقت كتير عم تتعامل معهم. قالت له أنا بحكي معهم وأنا بتفق معهم وأنا اللي بشوف لك البضاعة، شو رأيك وفرجيك إياها، المهم أنا بدي إياك أنه أنت ما تحكي معهم. طبعا رفض بسام على الاخير وتستميل، صار يضحك عليها يعني لبيسان، صار يقول انه انت عم تغاري علي وكذا، يعني انه ما تغاري هذا الشيء بخص شغلي. قال لها انا بدي اياك تفصلي بيسان، رجاء لا تدخلي غيرتك بموضوع بخص موضوع شغلي. قالت له تمام بس انا ما بدي اياك تحكي معهم. قام قال لها ايه تمام تكرمي، وعلى اساس خلص ما بدي احكي معهم. يومين ثلاثه مضوا وقال لها ما بتشوف بيسان غير انه بسام مغير كلمه السر تبعت جواله. طبعا هون بصير تشك اكثر، طب ليه انت مغير كلمة السر؟ انا هاي ماني مغير كلمة السر، وانا جوالي دائما اصلا من دون كلمة سر حتى تاركت لك اياه. عم قال لا ما مشان شيء، بس مشان بالمحل ما حدا يفتحه بالغلط من رفقاتي وما بعرف شو هيك، يعني صار يتحجج. قالت له اعطيني كلمة السر، اعطاها اياها وفتشت الجوال وما فيه شيء. بعد كان هون صاير لهم طبعا 2 3 متزوجين. طبعا بسام تغير كليا، صار شخص كتير بارد بكل شيء، يعني ما في انه والله اهتمام وحبه لبيسان مثل قبل ابدا، ما في هيك شيء، يعني يرجع وكأنه صار لهم متزوجين شي 20 سنة، حياتهم روتينية كتير. هون بيسان صارت تقول يمكن يعني لانه حياة جديدة علينا، يا رب انا احمل، يا رب يصير عندي طفل يمكن يتغير يعني. طبعا هون صارت الخيانات ورا بعضها، ما عم يوقف بسام، كل فترة بيسان عم تكتشف خيانة جديدة له، وكانت الخيانات على مستوى الجوال ومكالمات مع بنات وهيك. بعد 5 6 شهور من زواجها لبيسان صارت تدعي انه يا ربي انا بدي احمل وكذا يمكن يتغير، يعني انا اذا صار عندنا طفل اكيد ممكن يتغير ويتعلق فيني اكثر، ممكن ينتبه على بيته اكثر.
لأنه ما جابت نتيجة، وهي عم تحاول كتير أنه ترجع أنه يرجع مثل قبل، مثل أيام الخطبة وقبل، أنه يحبها ويتعامل معها مثل قبل. أبدا أبدا ما قدرت ترجعه، يعني مستحيل، خلص مؤمن، يعني مثل كأنه أمن أنه خلص هي بيسان صارت عنده. طبعا هون لخبركم شغلي كمان، أنه بيسان كانت تطلع تيابة عادي، يعني حجاب عادي ومانطو عادي، يعني بعد ما تزوجته هو قال من باب الغيرة عليها خلاها تلبس نقاب كامل ومانطو وكفوف، ورضت تلبس هيك يعني مشانه هو، لأنه هو بيحب هيك، ما لأنه هي بدها. مهم هون بعد 5-6 شهور حملت بيسان، وهون بلشت حكاية المعاناة المطبيعية مع بيسان. من أول فترة حملة لوقت ولادتها بيسان 2-3 يوم ببيت زوجها، 2-3 أسبوع ببيت أهلها، زعلاني يعني من الكتر المشاكل اللي عم تصير بيناتهم. يعني طبعا انتو بتعرفوا فترة الحمل بالذات اذا كانت بالبداية كتير صعبة اول كام شهر، وبسام ما عم يوقف خياني خياني خياني، وعم يخسر بمحله، عم يروح المصاري هون وهون. ترجع بيسان تقول له طب انتبه على المحل، انتبه على شغلك، ركز في شغلك، اترك البنات، رح تخسرني يا بسام، اذا رح تضل هيك عم تخوني رح تخسرني حرفيا. وهو طبعا كل مرة بيوعده انه انا تكرمي وخلص ووعد وما عاد ارجع ابدا عيد هالشغلة وما بعرف شو، وبترجع بيسان بتسامحه وبيرجع بيخونه. المهم هون مدة فترة الحمل بصعوبة مضتها تقريبا 3/4، يعني 3/4 لهال9 شهور عند اهلها وهي زعلانة. طبعا هون ما بحكي لكم يعني امه وابوها كتير شالوا همها وكانوا حزينين عليها، بس ما بدهم يخربوا بيتها. يعني بعد ما بيسان خلصت فترة حملها، الله رزق بنوتي بتجنن بتجنن حرفيا. هون حست بيسان يعني هالبنوتي هاي هي حياتها كلياتها. قالت فترة رح يعيش معها، إذا ما تغير تجاهي وتجاه بنتي وتغيرت حياتنا كليا، أنا ما رح أستمر بالزواج مشان ما أرجع أغلط غلط غيري. يعني هون بيسان بعد ما ولدت ودخلت بنوتها حياتهم، وأول فترة كان هو عادي تصرفاته عادية مثله مثل أي أب يعني، بس ما كان إنه هالفرحة الغريبة مثل كل العالم مثلا وقت إنه وقت اللي بيجيهم أول ولد بيكونوا مبسوطين وهيك، وبيصيروا كتير كتير يضلوا فترات طويلة ببيتهم كرمال هالولد مشان يعيشوا معاه مشاعر خاصة. لا هو ما كان هيك أبدا، هو كان بالعكس يعني كان بيجي ببوسة لبنته بيشيلها شوي وخالصة أموره بيطلع من البيت. طبعا الخيانة مستمرة يعني ما نوع عم يقطع، وبيسان على طول عم تراقبه على طول عم تراقب جواله. هون صارت بنتها لبيسان عمرها 3-4 شهور، وهون كشفت بيسان مكالمة كاملة، مكالمة فيديو مسجلة بينه وبين بنتين عن طريق برنامج. هون لما كشفت بيسان هذا الفيديو انصدمت، لأنه عم يحكي معهم كلام ما عم يحكي معاها لبيسان بحد ذاتها، زوجته ما بيحكي معاها. هون انصدمت بيسان وقررت خلص أنه تواجهه تحكي وخلص تتطلق تنفصل عنه. يعني واجهته هيك قام صار ينكر، صار يقول لها انه هذا الفيديو من زمان، هذا الفيديو من ايام قبل لما وعدتك، خلص ما رجعت، انا فعلا ما رجعت حكيت وكذا. قالت له ليك التاريخ، التاريخ مسجل، حطته بالامر الواقع. بعدها هون بيسان قررت انه خلص انا لازم 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 اخذ قرار الانفصال، انا ما عاد فيني اتحمل هيك عيش. كالعادي رجعت بيسان زعلت وراحت لعند اهلها فتره، كانت هاي الزعله كانت ضاله عند اهلها 3 شهور ورا بعضهم هي زعلانه. طبعا هو بسام عم يجي ويروح، انه كل 2-3 بيجي بيحكي مع اهلها لبيسان، بيحكي معها رجعي وما عاد عيده وخلص ووعد، بس خلص بيسان هون قالت خلص لهون وبس، انا ما عاد فيني اتحمل اكثر من هيك. كل ما يحكي مع اهلها حاول يقنع ابوها انه انت زلمه وعمي ولازم تتفهمني ولازم. قال له ابوها بنتنا لهلا ما عم تقلنا السبب الرئيسي شو سبب خلافكم، بس اهلها لبيسان شو كانوا يعرفوا؟ كانوا يعرفوا انه في مشاكل بيناتهم، يعني كل ما تجي زعلاني تسال امها وابوها انه شو في مشاكل، ما لنا عم نتفق، بس ما تحكي بيسان بالضبط شو عم يصير معها بالبيت ومع زوجها وكيف صار التقصير. يعني اول فتره بس خياني، ثاني فتره صار عنده تقصير تجاهها وتجاه بيته وتجاه المصروف ببيته، حتى يعني كاكل كشرب كحياه كامله. وبعد ما اجت بنته كمان صار التقصير حتى مع بنته. هوني قررت بيسان انه خلص اذا ما تربى هالمرة انا عن جد ما لازم انه ضل معه. قامت قالت له لابوه انه انا رح ضل هون وعلى الاغلب انفصل عنه هيك، وطبعا اهلها كانوا فعلا الحمد لله انه متفاهمين وكانوا سند إله. قال لابوه انا معك بشو ما اخذت القرار، انا معك، بس بحب لك حاولي ما تخربي بيتي، يعني اذا مشاكلكم تنحل بلا ما ينخرب بيتكم لانه صار عندكم طفلي. يعني قالت له صدقني يا بابا مشاكلنا ما لها حل وما عم تنحل، وصدقني يا بابا انه صار لي كتير فترة طويلة عم اعطيه فرص بس ما عم يقدر.
كتير حاولوا يعرفوا أهلها لبيسان شو المشاكل اللي بيناتهم. بيسان ما ردت مشان الخصوصية تبعت حياتها ومشان بنتها بالمستقبل. هوني قررت بيسان أنه تطول شوية بزعلتها عند أهلها ورجع لعند أهلها وقال لهم واحد 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 أنه خلص أنه صار يوعد لبيسان حكى معها جنب لحاله قال له واحد 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 ما عاد أرجع إذا بتلقطي علي أي شيء وقتها أنا مثل ماني يعني مثل هلأ هلأ مثل ماني أنا عم أوعدك وأنا قدامي لا توقفي عندي أبدا أبدا محملي حالك واطلعي من البيت. قالت تمام ورجعت معه والله على البيت بيسان وخلص عادي رجعوا حياتهم. طبعا بيسان كل مرة لما بترجع لعنده أول يوم يومين بيرجع طبيعي يعني بيرجع بيهتم بالبيت وبيهتم فيها وبنته هيك. بعد يومين ببلش يرجع يمل بيرجع تبع الخيانة طبعا. وكمان فترة زعلة لبيسان كل ما تزعل وتروح لعند أهلها بيجيب رفقاته على ضحك ومزح ومشروب كمان يعني. طبعا كمان لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء بخص ديننا. وكتير حاولت بيسان تحاول انه تخليه يصلي يتوب يمثل عليها تخيله تمثل يمثل قدامه انه انا هلا عم صلي او قدام اهله يصلي وبعدين يرجع يترك. هو هيك يعني هو هيك الله ما هدا ابدا يعني ما انه متربي على الصلاه ما انه متربي على الصيام ما انه متربي على الدين ما بعرف بس كان يعني سيء من كل النواحي بصراحه. لا بيصلي لا بيصوم وبيشرب مشروب كان سيء معاملته كتير مع زوجته وحتى لما الله رزقه بنت كان سيء مع اتجاهها. مهم هون بعد ما رجعت بيسان لعنده صار عنده مشكلة بمحله وخسر وانكسر بمحله كسرة كتير كبيرة يعني المحل فيكم تقوله خلص راح ستوب. وطبعا هون بيسان صفى على الحديد محله صفى على الحديد هي عنا إياها مثل انه يعني حرفيا ما ضل معاه ولا ليرة وصار حتى أجار بيته ومعيشته وأكله وشرب يتدينون من أهله ومن أخواته. هون بيسان لما كانت راجعة جديد لبيتها كانت كتير كتير مركزي معاه أنه خلص هالمرة بدي شوفه إذا عن جد خاني هالمرة أو أثر تجاه بيته وبنته خلص هالمرة ما عاد في رجوع أبدا. مضى كم يوم وبسام رجع يروح على الشغل عادي على أساس وكالعادي أول يومين ثلاثة لما رجعت بيسان رجع عادي يكون تمام التمام معها ومع بنته وبعدين يرجع يتغير. لما راح على الشغل بسام هوني قررت يعني بيسان أنه أنا لازم أخطبره. فشو عملت حساب جديد وراحت حكته على الماسنجر انه على اساس هي بنت. اول بالبداية لما كانت عم تحكي معاه بالبداية عم يحاول انه يرفض ومين حضرتك وانا متزوج وانا مرتبط وما بعرف شو وعندي بنت وشو بدك فيني وكذا على اساس انه هون هو يعني حاطط بباله انه في احتمال بيسان تختبرني عرفته. بس بعد يومين من محادثة على طول هو لو يعني هو بالبداية حتى لو ما بده يرد عليا من الاصل للبنت اللي عم تختبره كان بكل بساطة حذرة وقامت وخلصت. بس شو هو لا ترك عادي. فهون بيسان قالت اكيد بعد يومين رح يرجع يحكي معي. ضلت يومين هيك بيسان عم تخطبره تحكي معه عم تقاتله قلت له خلص براحتك طالما انت مانك حابب تحكي معي براحتك. بعد يومين رجع هو بعت له كيفك شو اخبارك طمنيني عنك بدي صار عندي فضول اعرف مين انت ما بعرف شو. رجعت هون بيسان لما شافت هالحكي انصدمت على الاخير انه عن جد ما تاب ولا تربى ولا اي شيء. رجع يحكي من جديد رجعت حكت معه على اساس هي البنت اللي معجبه فيه وما بعرف شو. طبعا طول ما عم تحكي معاه بيسان ودموعها ما عم توقف عم تبكي حاضني بنتها وطول الوقت عم تبكي مصدومي انه ما تغير وما تغير فيه اي شيء. وتحكت معه وقالت له انه انا كتير معجبه فيك وحابه ارتبط فيك وانا برضى حتى اذا انت متزوج برضى بنزل على ضره وما بعرف شو. قال لها ايه تمام بس ما بدي اخبر زوجتي ويعني عم يحكي وكانه ما بتعني له شيء ابدا بيسان ولا كانه كمان بنته ما بتعني له شيء. هون قررت بيسان انه خلاص مستحيل ما عاد في ابدا اي شيء حكى فيه ما عاد في رجعه. لما رجع من الشغل على البيت فرجته المحادثه هون هو انصدم ليه عم تعملي هيك فيني اصلا انا بعرفك انه انت. وصار يحول الموضوع يعني انه على اساس انه انا بعرف انه انت لهيك انا اخذت وعطيت بالموضوع لانه بعرفك يا بيسان انه انت اللي عم تعملي. ما قالت له لا تلف ولا تدور خلص لهون وبس انا وبنتك ما عاد نضل عندك. حملت بنتها وراحت. طبعا هاي الروحة ما كان إلى رجعة حكت مع أبوها وقالت له خلص خلينا نمشي بإجراءات الطلاق. انفصلوا على الأخير هي وبسام ما رضى يعطيها ولا ليرة من الحقوق اللي كانوا متفقين عليها وحتى ذهبه كان أخذه. قامت هوني بيسان خلاص بعد ما انفصلت ارتاحت من جوا بس طبعا تأثرت كتير ونفسيتها تدمرت انه الشخص اللي حبيته وهيك طلع وكل هالحكي تخيلوا خلال بس سنة ونص زواج.
كل هالمشاكل اللي شافتهم خلال هالسنين. هون بيسان حكت معاه وقالت له انه انا بنتي رح تضل معي، وهو طبعا ما له فارقه معاه، واصلا ما خرج يعني ما ضل معاه ولا ليره، لا انه خرج يصرف على بنته ولا خرج انه ياخذ بنته لعند اهله لانه اهله بسوريا، يعني ما خرج يعمل اي شيء. ضلت بيسان هوني قالت بس اطلع من العدي، خلص العدي، انا لازم بلش من الصفر، لازم اشتغل، لازم اعمل اي شيء، لازم ادرس، لازم اعمل اي شيء، بلش اسس حياتي من جديد لانه هلا صار معي بنت. بيسان كان عندها حلم كبير انه هي تشتغل بمركز تجميل، يعني لف شعر وتسريحات ومكياج. فبالبدايه راحت تشتغل مع رفقاتها تنتين، رفقاتها كانوا فاتحين مركز كبير، بس هي ما قدرت تدخل معهم شراكه لانه ما معها ابدا رسمال، بس قررت تشتغل معهم براتب، يعني انه كل شهر بيعطوها راتب معين. وهون كانت بداية قصة عذابة لبيسان بتأسيس حياتها. اجت بيسان تشتغل معهم تاخذ راتب يشحدوها اياه شحادي، يعني بالمنية انه ما في شغل وشو هالشغل اللي عم تشتغليه وانت اصلا عم تتعلمي منها، لانه في وحدة من هدول التنتين الصبيتين كانت هي المعلمة تقريبا بتكون تقوله، فهي كانت بيسان شطورة كتير، يعني كانت عم تحاول تتعلم منها كيف عم تلف الشعر ومشان تقدر بيسان تشتغل لحالها. يعني عم قالت لها هذيك، قالت لها طب انت عم تتعلمي مني يعني لازم المفروض انت تدفعي لي. قالت لها بيسان لا انا لما اجيت لعندك قلت لي انه انا المهم ضلوا اول فتره اول كم شهر يشحدوا المصاري بالزور، وطبعا لا يكفيها مصروف الا ولا لبنتها ولا اي شيء. بعدها بيسان هون صارت قررت تاخذ قرار انه تحكي معهم انه يا اما اعطوني راتب مثل الخلق يا اما انا ما بدي ضل هيك كاني عم اشحدكم شحادي. فحكتهم وجريئه بيسان قالت لهم هالكلام. أم قالوا له أصلاً نحن حاطينك هيك مخلينك عنا هيك أنه حرام مشان ما تروح هيك أنه ما معك ولا ليرة، تاركيني كون عم تشتغلي معنا وعم نعطيك هالراتب القليل كل شهر مشان أنه يا دوب مصروف خارجي إليك ولبنتك. هلأ أنتوا طلعتوا شفقانين علي وتاركيني هون وكل هالشغل اللي عم اشتغله والتعب اللي عم اتعبه طلعتوا شفقة يعني تاركيني؟ لا والله أنتوا مالكم منيتكم على حالكم. وطلعت بيسان وقالت لهم ما رح أرجع لهون. طلعت وهي مكسورة من جوات. أول ما طلعت بيسان من المركز طلعت على المركز من برا وقالت بإذن الله بإذن الله رح يجي يوم ويكون هذا المركز الكبير إلي وباسمي أنا. ومشيت بيسان وراحت دورت على شغل تاني عند كوافيرة تاني ومشي حالة وفعلا اشتغلت وتعلمت أكتر وأكتر ومشت الأمور. هون كان صاير لشهور عم تمشي أمورها كلها تمام لما لقيت شغل تاني وراتبه أحسن وتعلمت أكتر. إيه هون بعد ما مضى تقريبا على طلاقة لبيسان أكتر من سنتين تقريبا، وقال لها بيسان بتلتقي بشخص، شخص من البلد اللي هي قاعدة فيه يعني اللي ناسحة عليه ونعجب فيها وحبها وهي حبته وكل أموره كله تمام وطلبها. قال لها أنه أنا بدي أطلبك للزواج وهيك. قالت له أنه أنا هيك قصتي. انصدم أنه يا الله بنت عمرها 21 سنة كل هالقصص صايرة معها. قالت له إيه أنه أنا كنت متزوجي من قبل سنتين وانفصلت وقعدت تحكي له القصة وقالت له عندي بنتي وهيك. قام قال لها إيه ما مشكلي أنا كمان يعني أنا كنت متزوج وانفصلت وكمان أنا عندي ولد وهيك. المهم هون قررت بيسان أنه إيه أنه ممكن تتزوج، بس شو يعني كانت كتير خايفة كتير خايفة أنه يطلع هذا الشخص كمان مثل بسام. طلبها للزواج وكان كل الأمور عم تمشي تمام وتزوجت بيسان. وكان هذا الشخص يعني فعلا تنطبق عليه جملة العوض الجميل من رب العالمين لبيسان. ما قد ما حكيت لكم كان كتير 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 منيح، كان بيحبها وبيحترمها وعم يحقق أحلامها، يعني كان عكس بسام تماما. بعد ما تزوجت بيسان وهيك فترة صغيرة قالت له انه انا هيك حلمي، وطبعا كان عندها شرط انه كل يوم تشوف بنتها وما كان عنده اعتراض ابدا، بس خلت بنتها عند اهلها. بعد فترة من زواجها لبيسان قامت قالت له بتعرف انه انا حلمي كتير انه يصير عندي مركز، يعني مركز خاص فيني وهيك مركز تجميل. قام قال لها ايه ليش لا يعني بحقق لك اياه ان شاء الله. هو كانت حالته المادية منيحة يعني. قام هوني فعلا بعد بيسان شوي من ذهباتها مع مصاري زوجها راحوا أخذوا المركز اللي كانت بتشتغل فيه عند هدوك الصبيتين، لأنه هن انكسروا بالمركز، انكسروا عليهم صار دفع كتير، قرروا أنه يبيعوا المركز. وراحت بيسان زوجة لبيسان اشترى لها وسجل لها، يعني صار اسم المركز باسمها. وهون حققت حلمة بيسان لما صارت تشوف الأرمة الكبيرة هالقد قد على المركز باسمها، كان هون يعني هذا تحقيق حلمة.
وتعلمت السواقة وصار عندها سيارة وصارت تشوف بنت على طول ونجحت كتير بالشغلة، كتير نجحت يعني صار مركزها كتير كتير شغال ومشهور بالمنطقة اللي هني فيها، وصارت حياتها تمام التمام ومستقرة مع زوجها وعوضة عن كل شيء حرفيا عاشته قبل. هلأ بتشتغل بمركزها وبترجع عبيتها وبتشوف بنتها وكل أمورها بخير الحمد لله. وهي هي كانت نهاية قصة لبيسان، الحمد لله يعني اجاها العوض، ويا رب مثل ما اجاها العوض لبيسان بعد كل هالعذاب اللي تأته الله يعوض كل بنت انكسرت سواء من زوجها او من ابوها او من اخوها، الله يعوضها. احسن الظن برب العالمين والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.